شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية بشأن تطورات الأوضاع في دولة فلسطين في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. خلال كلمة له قد أعرب معاليه عن خالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتها لهذا الاجتماع في هذه الأجواء الصعبة للبحث فيما تشهده الأراضي الفلسطينية. معالي الأخ عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الدورة 149، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود، بداية أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وأود أن أتقدم بخالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتها لهذا الاجتماع في هذه الأجواء الصعبة للبحث فيما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد خطير ينذر بمخاطر جمع على المنطقة بأسرها، في ظل ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من استخدام للقوة واستهداف المرفوض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة والعادلة بصمود مشروع ونضال مستمر وكفاح وطني مشرف من أجل نيل حقوقهم. فالقضية الفلسطينية هي قضية كل عربية وكل مسلم، كما أنها قضية سياسية وليست قضية دينية على الإطلاق، حيث أنها تتعلق بإنهاء احتلال أرض وإعادة شعب إلى وطنه، وأن هذا الاجتماع لا يعبر عن موقف عربي موحد متضامن مع أشقائنا الفلسطينيين ورافض بالشدة لما يواجهونه من قتل ومصادرة الحقوق وتجاهل لكل القوانين والأعراف الدولية في محنة إنسانية توجب تحركاً سريعاً وحازماً من قبل المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية. أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام، إن مملكة البحرين تدين بشدة استهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وبالأخص يوم الاثنين الماضي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الضحايا، وتحذر من المخاطر الشديدة والتداعيات السلبية لهذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤيد التحقيق الدولي في تلك الجريمة النكراء، مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق. كما أجدد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية. ونطالب المجتمع الدولي بأسره بالعمل الجاد للتوصل إلى سلام عادل وشامل وإنفاذ القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس، مشددين هنا على أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 وفقاً لقرارات الأمم المتحدة نفسها، والتي حظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، وهي أحد قضايا الوضع النهائي التي لن تحسم إلا عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وليس بما يتخذ من إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير وضعها بالمخالفة مع القرارات الدولية، وبما يعرقل تسوية القضية الفلسطينية وجهود إرساء الأمن والسلم في المنطقة. معالي الرئيس، نأمل أن تتضافر الجهود لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.